السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في هذا الفيديو سوف نتعرف على المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية هنا أهداف التكوين يهدف التكوين إلى إعداد أطر عليا أي مهندسي دولة متخصصة في مجال الهندسة المعمارية مدة التكوين والدبلوم يدوم التكوين بالمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية 6 سنوات موزعة على ثلاثة أسلاك يحصل, بعد يحصل بعدها الطالب المتخرج على دبلوم مهندس معماري ملحوظة لا يسمح للطالب بالتكرار في السنوات الاربع الاولى الا مرة واحدة شروط الترشيح يشترط في المترشح ان يكون حاصل على جنسية مغربية حاصل على شهادة البكالوريا في احدى الشعب التالية العلوم الرياضية الف وباء العلوم التجريبية علوم فيزيائية علوم الحياة والأرض علوم زراعية العلوم الاقتصادية علوم اقتصادية علوم تدبير والمحاسباتي، العلوم والتكنولوجيات علوم وتكنولوجيات ميكانيكية علوم وتكنولوجيات كهربائية ألا يتعدى 22 وعشرون سنة في نهاية دجمبر من سنة الترشح الحصول على معدل يفوق أو يساوي 12 على 20 في الامتحان الجهوي الحصول على معدل عام للبكالوريا فوق او يساوي 12 على 20 بالنسبة للاحرار يتم القبول بالنسبة لهذه المدرسة عبر انتقاء اولي بناء على معدل يحتسب كما يلي 25% في من المعدل الامتحان الجهوي و25% لمعدل الامتحان الوطني وبالنسبة للأحرار أو البكالوريا الأجنبية يتم الانتقاء بناء على المعدل العام للباكالوريا إختبارات كتابية الأول هناك ثلاثة إختبارات الأول عبارة عن كاسي عين ديوغي ثلاثين دقيقة الثانية الإختبار الثاني إكسبرسيون إكريت المدة الزمنية خمسة وأربعون دقيقة والإختبار الثالث إكسبرسيون جرافيك المدة الزمنية ستون دقيقة ثم مقابلة مدتها خمسة عشر دقيقة أمام لجنة المباراة بالنسبة للناجحين في الاختبار الكتابي كيفية الترشيح يتم الترشيح للمباراة ولوج المدرسة فقط عبر شبكة الانترنت على الموقع الالكتروني المبين أسفله في الأجل المحددة مصاريف ملف الترشيح هي عبارة عن 100 درهم تؤدى عن طريق تحويل بنكي على حساب المدرسة لدى الخزينة العامة بالرباط يجب الاحتفاظ بوصل أداء المبلغ والإدلاء به يوم إجراء المباراة التكوين يتم تكوين الطلبة الناجحين بمؤسسات تابعة للمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بالمدن التالية فاس الرباط تطوان مراكش وذلك حسب التوزيع الجغرافي الذي تحدده المدرسة العنوان المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية شارع للفاسي صندوق بريد 6372، الرباط وبالتوفيق للجميع إن شاء الله